ربيكم راه غطى اليوم وراني مشطوني عليه. ماشي من هو دوي توخر على الفطور، تو نشدو صحابو في القهوه. ما عرفوش يروح يدير في هذيك القهوه المكحوسه اللي ما يتلاقى فيها غير الفنيان الخوف. واش خصو في الدار؟ الشي اللي يطلبو كاين، تلفزيون كاين، بوست كاين، كل شيء. والله عندك الحق يا بنتي، بنادم ما يزموش ينكر الشي اللي عملت الحكومه للفلاحين. تعرف يا ما الواحد باش يستهل الثقه يلزمو يخدم بشجاعه واخلاص. البارح برك كنا في قلبي متعطين وكي تصب الماء وتحرمنا منه، شكون قال الان نولوا في هذه الحاله؟ حق يا ما تعرفي باللي فتحوا مدرسه لتكوين البنات؟ راني عارفه راني عارفه اللي راكي باغيه تسجلي روحك. بس عشان بغيتي نقول لك انا شوف بوي كي نرضى. هاو بوي جا. مساء الخير عليكم. مساء الخير بوي. سمحوا لي تعطلت، نسيت نقول لكم بلي اليوم كان عندنا اجتماع في القسمه. بصح انا اليوم تحيرت عليك شويه على خاطر ماشي من عوايدك تتاخر. سعاد نوضي يا بنتي جيبي لبوي كيتغدى راهو يتبجل. لا قعدي انتي سعاد قعدي، خلي زينب هي تجيب كلش. انتي ماذا بيا شوف كملتي ذاك الطر غيرك. اي معليش ابي وش فيها؟ لا ما تقوليش هكذا بنتي، راهي كل حاجه عندها قيمه يا بنتي. هذه تبتي عليها هذه. عمارة قولي واش تهدرتوا مع الشبه المتطوعين؟ كاين بعض الطلبه كينشكيو لهم على المشاكل بالخف، يقولوا لنا دوك نشوفوا لكم حل لهذه المشاكل تاعكم. واللي ماشي عارفين هذوك شويه غابنين خصوصا كيقولوا لهم على نقصان تاع الانتاج. حليقه نتوما اللي تعرفوا الارض تفهموهم في المشاكل نتاعكم. وراني متحقة لما تتفاهموا يجبروا لها حل. على كل حال مساء الخير يا سلامة بنتي. هذا يزم اليد في اليد باش تبني البلاد. ماتي حقا عمر وليد سي الحاج ما جاش يحوس عليا؟ جا قال لك الموتور نتاع البومبا أيه. راهو في الحانوت فوت الديه. مزيه هكذا نقدروا نربحوا الوقت اللي خسرناه الشهر اللي فات. ها هي المشاكل اللي جاهدين على الناس. يليق انتوما تعطوا المثال، انتوما اللي تعرفوا الارض. وراني متحقه لما تتفاهموا المستهلك ما ينغبنش. يقول واحد لازم يصبر شويه. على كل حال راه حققنا بزاف حوايج. اشنو الناس شويه ما تستقنعش برك هذا ما كان. اللي عنده سيارة تلقاه يحوس على واحد أخرى خير، اللي عنده بوست يحوس على واحد أخرى خير، وهي رايحة. مسخير عليكم. مسخير ليلى. سمحوا لي نقدر ندخل؟ قولي. تجوزي ليلى ادخلي. ريحي. ما روحي تاكلي معايا شوي. هلا لا صحة. صحة عليك ليلى. جيت نكلمكم على مدرسة التكوين اللي حلوها جديدة. لو كانت تخليو سعاد تمشي لها. نقولوا زعما تخمم شويه. صحه مالا انا نروح. قوا على خير. روحي بالسلامه. مالا على ما راني نشوف راه ما على بالي بوالو. انا سعاد واش حكايه هذه مدرسه التكوين؟ ما فيها حتى شيء بوي. كيفاش مدرسة كيما هذه موجودة في كل بلاد؟ هم بعد كل واحد اللي يحب يتعلم فيها الحرفة اللي يبغي. اش قلتي مدرسة كي هذه تلاقي للدراري الصغار اليوم يتلوحوا في الزنقة موش ليك انتيا. اذا تحبي تعلمي كاش حاجة تعلميها هنا في الدار. يا عمارة هذاك الزمان فات، يلزم من نعيشه مع الوقت وما تنساش اللي المريم راه بحقها. مانيش حاب نزيد نسمع هضرك يا سمعتي، ما نحبش نزيد نسمع. لو كان ما يحرمش علينا نروحوا لعز خيره بنت عمي. هذا الشيء تكلمي عليه من قبل وزعفتوا بحكايه المدرسه هذه. ما تخافيش يزول الوش. هيا نوضي نحكوا نوضي. حنقاوة كيفاش راه ماشي القهوة؟
اعمل كيف كيف. حبيت تقول ما عملت والو؟ واش حبيت ندير صح؟ دائما واحد يتعرضني في الطريق. إذا ماشي مهموها ما هذيك الجدارمي. هذا زعما أنت اللي منك ما كانش. ما تخافش. يجي نهار اللي نوريك فيه واش نقدر نعمل ونسيت. هاو هاو صاحبي أنت راك تدور قدام الكانون بلا ما تعمل والو. واش حبيت ندير؟ الشيء اللي يلزم ندير من النهار الأول. هذه بنت ناس تحشم. كل مره نحب نهضر معاها تعرف امبارح شفتها كيف تخبر بوها على المبدل ايه ما قلعتش عينيها مني مزيانه كاين اختها جيتي تخبرني وين تروح ليك اللعب احمد عمرك ما تخمم نلعب معاك وانت كي تخمم واش ربحت هنا واش ربحت لكن الناس هذو نحكم زنقه نسمع خلاص يجي هذه فهمتك انت قاعد وشاريها طيح عليك من السماء شوف 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 جاي شوف باردين القلب حتى واحد فيكم معلم نهار كامل الدومة مع الدومينو والكارطة لا راكم تشنسوا والخدمة راهي تقارع فيكم مليح سيدي وقاوي لي من ديورين القاوي راه مجعولين الخدامين باش يستراحوا فيهم بعد ما يكملوا الخدمة تاعهم ما همش ملجأ للفنيانين وأعداء الثورة الزراعية قولوا لي رحم والديكم دوك واش استفدتوا من هذا الإهمال هذا تاعكم ما فدتوا ما استفدتوا نهار كامل انتوما قاعدين ضيعوا وقتكم في الكلام الفارغ. مش فيها من عيب الى تلاقينا مره على مره وزيد بزياده هاك وجدتنا كنا رايحين. في كل ما يجوز من هنا نلقاكم قاعدين في القهوه وتحدثوا هكذا في الكلام الفارغ. وشنو هذا؟ اذا ما احترمتوش المسؤولين تاعكم على الاقل احترموا الاداره اللي واضعه فيكم الثقه نتاعها. وشنو هذا؟ تربح وانتم راني شايف عليكم اذا كاش ما صرات لكم شي حاجه وجيتوا للدائره تشكيو او دعموتكم معايا باكيات يزيس وزوج طاف جباطات سكر. ما عليه. ايوا. كاش خبر؟ كيما عيت فيها ما بغاتش، ما راهيش باغا تشوفك. واش بها هذي؟ كاش ماني ناوي غير نزوج بها. قالت لك ما تزوجش وزيد بزياده لو كان مشعلها تشعلها نكلمك. ايه بصح شوفي يا اختي. ولا نشوفها دقيقه ولا نهار نبدل لها عقليتها. واش خصني؟ شعب صغير ولد عائله و باغي غير ساعدتها اسمح لينا نروح ما تخافش رايح ندير مجهودي باه نجيبها لك وكي نجبر كيفاه راني نجي خبرك اي تبقى على خير سلام ايوه كيفاش هي ماشيه الدعوه هالطير في السماء وصياده مازال ماشيه واش هذا الكلام الغريب اللي راك تقول فيه تو بعد نفهموك على حسب ما فهمت باقي شويه امل ها بصح صاحبي يلزم تقفز قريب قريب راني بديت نقول لها طمعتها بالزواج والصداق والصياغه والعرس قبل والغيطة والبارود والطاكسي تي 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 عمر لازم تشوف لي لعبها لعبها معك ليك ايه هما كاش مكان الحلال بمثلك يا عمر صاحبك هكدا حلوف صعب هالك ولو كان نوليو للموفي علاش واش راك خايف
مانيش خايف، حنا كان كنحبسو خيرنا. خسارة يا سعاد يا بنيتي، ما وجدنا لك جبة جديدة اللي توالمك للعرس. واش عليها اما؟ وكيفاش؟ غتروحي بجبة قديمة للعرس؟ في الصحة ما مانيش حابة نروح للعرس، حابة نقعد هنا باش نكمل الطرز تاعي. الله يحفظك يا بنتي، لازم تضحي بنفسك. واش حبيتي نقول لك؟ دبري راسك. راني ماشي، شوية هكذا. بالسلامة أولي، روح بالسلامة. أما لنا راح نوجد حوايج العرس وانتو مالتها وطيبوا الفطور. معليش أمو. كي رحت عند عمر صرت محيرة. واش يحب؟ شحال في عمرها خالد بنت عمي؟ عندها 17 سنة. 17 سنة وقبلها تتزوج. واش تقصدي؟ لا لا ممكن والدك. بدي عندك 19. 19 ومن بعد؟ أنا خدمة على العرس يا حبيبي. تمنيت يكون عرسك. عرسي أنا؟ هنا تزوج. يا لالا شوفي غير بحالتك. واش نلتي من الزواج؟ ماشي كيف كيف. أنت زهرك خير من زهر. ومع عمر. حبيبي جيب خطبك لعبتي. شوفي اختي زينب قولي له غير ما يعيش روحو يهضر معاه بها خاطر مانيش حابه. حتى لو كنتاش انت هكذا حتى يلزم عليك بيت تزوجي مع اللي يحب هو. شوفي انا واحد ما يقدر يلزم عليا الشيء اللي ما نحبوش، راني كبيره ونعرف صلاحي. وعلاش ما راكش حابه تكلمي معاه؟ تولي لي خبيك. يا لالا نروح ليه شوفو نتكلم معاه، بصح على شرط غير باش نعت لك على خاطر انا قادره على روحي. ما نحب لك غير هنا يا سعاد. مازلتو ما وجدتو والو؟ هيا خبوا روحكم شوية، لا تنهبوا لكم بسرعة. خير عمر؟ زين النهضة. جيت نخبرك على واحد الحاجة ونمشي بالخف. واش كاين؟ كلمت أختي على زواجك معاها ماهيش باغية، لكن راني عارفة اللي راهي تبدل، أنت تعرف كيفه. لو كان قدرت نشوفها سهل علي. شوف غدوانا معودين العرس بنت عمي، بي يكون في التعاونية وهي تبقى وحدها في الدار. اجبرك السبة وروح شوفها وتما حاول باش تبدلها رايحة. زين صحيت مزيتك ما ننساهاش. الشي اللي درتو على جال اختي، ما رانيش بغيت لها زواج بحالي، تبقى على خير. زين كيش ما تحتاجي؟ لا صحة. دهوة حكمة يا راي يا صاحبي. راي فليت بس راي ناوية زواج هكذا. شوف يلزم لك تعس روحك من باباها بالك بالك إذا فاق. ما تخافش لكن يلزم نجبر لها سبة. فلت رانا متراهنين. على بالي على بالي رانا متراهنين. تعس غير في داكشي. شوف إذا فاقوا بيك ما تعرفنيش بالك كاش ما تهضروا. لا ما تخمم. هاي هاي صباح الخير. خير واش تحب؟ سامرة أو هنا؟ لا لا موش هنا. كش ما تحب عنده؟ وصلنا على شوية سكر. صح كي جينا نقوله يفوت عندك. ايه ايه شابة واش بغيتي ديري بها؟ هذه راني نطرز فيها باش نديها لخالتي اللي تسكن في الجزائر. عندك خالتك في العاصمة؟ نعم عندي، بصح عمري ما رحت عندها. حتى انا عمري ما خرجت من الدوار. سعاد شافيها من كنا صغار، ما زلت نشوف فيك تجري من الحانوت للدار.
واحد الخطرة أقرب طعتي في البير. ها راني شافية وشحال عطتني طريح ما هاي الوقت يفوت والدنيا تدور. شكون يقول يجي نهار نتكلموا فيها على صغرنا؟ وعلاه؟ بالخف كبرنا. كبرنا وما استغليناش حياتنا. سعاد عندي حاجة في قلبي باغي نقولها لك. راني فاهمة واش تقصد. إذا راكي باغية نبعث لكم والي نشوفوا واليكم ماني ناوي لك غير الخير. كلمتني اختي بصح مانيش واجده. مانيش عاجبك ولا لا؟ لا بصح راك عارف الزواج ماشي سهل، خصوصا دوك رجعوا يتزوجوا من يطلقوا من مال الواحد، لازم يعطل شويه ويخمم. تدي خمي واذا راكي بغيتي معيش على واحدة يتصعب وكيكون زوج متفاهمين تسهل لهم المعيشة. اسمها مليحة سعيد، غدوة عندنا خدمة بزاف لازم ندورو على كاع الحوانيت. أنا بغيري على هاوليك الهرب زي عند بدي روحك ما شفت الحوانيت. قلنا السلام عليكم. شبكم عبتين راسكم؟ كم نايفيني ولا؟ فينك يا سيدي هذي؟ قلنا ما تهرش كنتش مشغول. احنا قلنا بالك عرشوك علينا. لا لا توك عنده مسؤولية. شحال فاهم انت؟ واش هذا الغيبة كامل هذا؟ واش؟ مانيش مليح والله، ماني مقبول. اش بيك هذا راك مقبول. وصح. على خاطر من هالبول ما حبيش تاخذ راينا. سي خونا كان حاسب روحه فاهم علينا. بصح دروك كي حصلت نشوفك كيف تسلك راسك. الواحد زاير حوس خدمه وربي عمل تاوي. زاير زاير راهي معمره بالناس كيفك اللي خلاو فيلاجاتهم وترابهم وعن بالهم المعيشه مليحه عليه. اسمع عمر، انت راك وليد القريه كيفنا، يعود تهرب تحمل مسؤوليتك وقعد هنا. عبدي قال حتى الشيباني والعجوز ما يرضوش بهذا الزواج. عندهم الحق. وكيفاش؟ انت طفل صغير راك ترضع في صبعك ولا؟ والله ما عرفتش. زين واش جيتي؟ جيت نخبرك على واحد الحاجه ونمشي بالخف. هو واش كاين؟ قولي. ياك وعدت اختي بالزواج وهادو شاين تستنى فيك. راهي غصبانه. نهار الاول انت اللي كنت غصبان. انا مشغول شويه. تاني اختك عندها الحق، هي اللي عاد تقولي بلي زواجي يزمل وقت طويل. راني نشوف لك حافظ كلامها مليح. وقلت لها تبعت والديك واش راك تستنى. شوفي هاد الكلام ماشي وقته. نقول لك حاجه، اذا طولت راك ما تزيدش تشوفها. خلاص بنت عيله ولا مرا اللي مربيه مليح، اما تقولش كلام كي هذا. المرأة اللي مربيه مليح
ما تكلمش راجل لوالديها غايبين. انا اللي ما حقنيش ندير فيك لامام. روحي للدار وقولي لاختك سعاد ما عندها ما تخاف وتستنى. انت عندك كل شيء سهل. الجبال وكل ما قلناش لبي بعتتها خالتي كان يقتلها. لبيك ما يعرفش معنى التهديه. واش بغيتيني ندير؟ احنا ناس قلالين واللي يبعت هديه لازم لها سبه ومعنى. اختي مانيش بغيت لها زواج بحالي. انت خديتي سكايري. مانيش هنا باش نحكيك على حالتي. لو كان ما لزمش عليا ابي نتزوج ماني في هذه الحاله. المهم انت شوف كي دير قبل ما يفوت الحال. قبل ما يفوت الحال هي انا عطيت لكم كلمتي ولي اختك تستنى هذا ما اروح للدار. عندك الحق شه فيا انا اللي غلطت فيك. كي يكون الانسان في المنصب كيما ديالي الناس كل تحتاجه وهذه هي الدنيا. انا راني مازال متذكر نهار اللي كنت موظف بسيط اللي نصوره في النهار يروح في الليل ولا واحد يسمع كلامي اش نقول ولا اش نعمل. لكن الان الحاله تبدلت والوضعيه تغيرت. اما دابيا نعرف غير سر النجاح. اوه شي سهل باش تكون عندك قيمة. اسمح لي. الو الو اهلا اهلا صباح النور. معلوم يا صديقي معلوم وراني مستعد باش نعاونك قد ما نجد. على بالك باللي الناس الكل على بالها باللي السيمان يخص وعلى هذيك اللي راه يسوها هذيك السمة. انا عمي شحال قلت لي؟ 2535 شكارة. ايه دعوة شوية خشينة. ايه لكني مع الحباب واش تحب ندير؟ نعمل كل مجهودي. شوف الله عندي طلب من عند البلدية باش تكمل البنية ديالها نحل هذا العدد اللي طلبته انت مش كيفاش نعوضه لها. او لا 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 ما تشكرنيش لا شكر على وجبي يا اخي. لا لا كيفاش؟ السلعة الأخرى أجي في هذا الأسبوع إن شاء الله. هاي بالسلامة بارك الله فيك. راك مطلوب بزاف. إي واش تحب باش تكون عندك قيمة لازم يكون عندك مظهر جميل وتزيد تعلم تكذب قد ما تقدر على خطر بالمظهر نتاعك الشيء اللي تقوله ينجاز. وزيد عمرك ما تقول الصح بلوفي قد ما تقدر. لكن انا خدمتي في درجه بسيطه وهنا وراي الخطوره على خطر اذا نويت الكثير الفاتوره تستمك غاليه. شوف الشركه هذه مجعوله باش توفر كل امكانيات البلديه. نعم احنا على حسابين ضمن لازم مراقبتكم قوية. لكن راك نسيت المتكلفين. لكن باش يكونوا شركة مثل هذه لازم المشاريع بسرعة المصاريف قليلة. باش ما نعملوش بل ونديروا حد للشركات الخاصة اللي تطلب بزاف وتمد قليل. يعني الشركة هذه مجعولة باش تعمل الفايدة للجميع. اسمع 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 قبل ما تمد لازمك تقبض في هذا كل واحد وطريقته. مثلا كي تتفاوض مع شركة خاصة ثم وين يسهل عليك التزوير فيما يخص الآلات والفاتورات. شوف نعطيك مثلا شركة ديما في استطاعتها باش تضمن جميع الإمكانيات فيما يخص البناء ولكن الفاتورات لازم تمدهم الشركات الخاصة والفايدة لابد تقسمها معها شيء طبيعي. شوف نحكي لك حاجة. واحدة من الشركات الخاصة عملت فاتورة تاع 72 دينار
غير على الشبكة اللي يحطوا فيها الصابون. أو راني فهمت. زيد لك حاجة واحدة أخرى. مثلا على هذا السيمان اللي راه ينباع برشنوا. الناس اللي راهي تبني. تخلصوا بأي سومة هات برك تكمل البنية ديالها. وهنا وين الشركات ديالنا دخلوا روحها. فايت عليك أنت. طبعا يا صديقي طبعا. حسن تسمح لي نروح. على خير. لا تنسى تزورنا ساعة لساعة قبل نكملوا حديثنا. تفضل. الو انا عمي ايه عنده موعد خليه يطلع. ادخل. صباح الخير سيهوات. صباح الخير. بعتني عندك الحاج لومي. اهلا اهلا. تفضل اجلس. صحة. ايوه. مالا نبدأ في المقصود؟ طبعا. مالا انت مهاجر وراك ناوي تبني فيلا في البلاد. نعم. ايوه. يجي نهار اللي لازم نرجع لبلادي وكي نرجع ماذا بيا نصيب وين نسكن. وقلت للسي الحاج باللي راني واجد نخلص بالدوفيز. وانا ثاني وعدت السي الحاج باش نعطيك كل ما تحتاج. يرحم والديك. على كل حال راني واجد لكل شيء. ايوا مالا واش تحتاج؟ عندك يا سيدي واحد 500 شكارة سيمان. 2000 بريكا. شوية جرافي. الحطب. الى اخره. اوه هذا شيء سهل. لكن فيما يخص السيمان نعلمك بلي راه يسقام لك 50 دينار للشكاره. اما الكرافيي والبريك وهذاك الشيء الاخر والحطب هذا شيء سهل شيء بسيط. صحه. والخلاص كيفاش يكون؟ ما عليك الا تليفوني لباريس وتشوف واحد تما من بني عمك اللي يدفع المبلغ اللي نتفقوا عليه لواحد من بني عمنا اللي راهو في بيكال. فهمت؟ نعم. نظن بلي الحاج راه عطاك العنوان. نعم. نعم صح. مال اليوم نفريوها. نعم اليوم نفريوها. صح. والسلعة في وقت وجد في هذا الأسبوع يكون كل شيء عندك. يرحم والديك. على كل حال أنا ما نسألكش خير. هذا شيء طبيعي. وإحنا ماذا بنا نعاون كل إنسان اللي حاب يرجع لبلاده وهذا واجب من الواجبات المقدسة. قل لك حاجة. إذا عندك بعض الأصدقاء والأحباب يحبوا يعملوا بحالك أنا راني مستعد باش نعطيهم كل ما يلزم وكل ما يستحقوه. ولكن ايه هما يلزم يفهموا روحهم. نعم وخصوص ما يسيبوش فرصة كيما هادي ومع اللي ما يقدروش كان يسيبوا إنسان يعاونهم كيما أنت. نشكرك يا صديقي. نشكرك يا صديقي. بارك الله فيك. على كل حال إلا كاش ما جيت كاش نهار لباريس راهو ما يخصك حتى شيء عندي. بارك الله فيك. واش نقول لك ملا تفهمنا. ملا كل شيء يكون عندك الأسبوع الآتي. الى اللقاء يا اخي. هذا وداعتي لنا. تفضل. عيسى بداتك بركرشو غير الصباح جاب علي الصابون بسومه غاليه. كيفاش تحبني انا نبيعو المشتريه بلا ما يفهم؟ في الحقيقه عندك الحق لكن واش تحب نديرو؟ اذا كان رفضنا احنا نسوقو معاهم كاين ناس كثير اللي ياخذوا موضعنا. وعلى هذا قلت انا نغتنم الفرصه خير من يفوت الحال. ما تنساش يا صديقي راهو يجي النهار وين الدوله تفيق وفي ذاك الوقت ما نالو حتى شيء. قل لي هواتي حبيبك؟ هواتي مدير الشركة؟ نعم.
صح، على كل حال نقدر نقول لك بلي حبيبي، لكن انت علاش سالتني السؤال هذا؟ كاش ما تحتاج واقيله يا اخي؟ على بالك رانا بني في الفيلا، وماذا بيا لو كان يكري لي كميو باش نقل عليه الحجر. على كل حال اذا كان عندون وعدك بلي يكرهولك، وعلى بالك ما يهمه غير الدراهم. السلام عليكم. وعليك السلام. اهلا في اصحاب المال، واش الاحوال؟ ايه كيما انت يا سي موسى. واش حبيت تقول؟ كيما راك فهم. قولي سي موسى. نعم. وقتاش تخلص النقهاوي؟ لا واش من السبه؟ على بني الفيلا نتاعك يا سي موسى. اش من بني انا ودي؟ اش من فيلا انت يا؟ هادي غير دويره صغيره للولاد. لا لا قول لي قصر. هوا يا صاحبي هذه ما تخش في الراس. الفيلا اللي استقامت لك بثمانين مليون تقول لي انت يا دويره صغيره؟ هذه ما تكون غير فيلا كبيره وشابه، ولا واش قلت فيها سي موسى؟ واش حال تحوسوا تفهموا بزاف. يا اخي نيه يا اخي، كي اللي ما على بالناش بالدخلات تاعو. مسكين حسبت نقولوا بناها بالمرتب الشهري تاعو. يا حبيبو هو هات اللي قاملو بكل شيء. عندك الحق، لكن انا ما فهمتش حاجه واحده. حبيبو السهوات هذا اللي قاملو بكل شيء، هل ترى واش من الفايده اللي عنده معاه؟ موسى هذا اللي راك تشوف فيه عنده دخلات خير مني ومنك. ناس قدام هذو نحنا انبانو كيل خرفان. ها وراك غلط يا حبيبي، احنا خرفان ولكن عاملين حسابهم. ما يلزمش نتبدو الخط بزاف. ليه؟ هو يتقطع سي حمودي نشتري قوي تاجر كبير. اذا كان عاد تاجر كبير يترفع على ظهرنا، ما عليه غير يخلص كيف وكيف الناس الاخرين. واش كاين؟ ضحكني كي تقول لي يترفع على ظهرنا. شكون ترفع على ظهر الشعب؟ ولا يمدنا في النصايح يا. ما بياش نصايح. انا اخمم على المستقبل. اذا كثرنا نضيعوا كل شيء. ما نضيعوا حتى شيء. ولا نسيت باللي احنا هما اللي نجبدوا الخيوط؟ المشترية ما عليهم غير يخلصوا هما ساكتين. واش بيه؟ المشتري اللي تهمه هي السلعة. السلعة واش ما كاين؟ كاين طوماطيش تاع البطاط. اها. كاين بزاف بزاف. يجيب. هاوك نجيب وانت ما عليك غير الدس تعرف، وكي تكون مفقوده في السوق نبيعوها كيما نحبوا. ربي يدور كيف نمشي في التجاره. هيا سهلوا خلوني نخدم. سهلي. يا اخي نتكلم معك بكل صراحه، انا كي نوعد بشي ما ندورش في كلام. يا ودي راني محتاج الماشينه اللي تخلط السيمان والجراره باش نخدم السقف. واش حاب نقول لك؟ فيما يخص الماشينه ما كان حتى مشكل، اما الجراره اللي تلزم علينا نطلبوها من شركه اخرى ونقول لهم بلي راح تخدم لنا لينا. معليش معليش ما كان حتى مشكل. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. صحة السلوات. واش راكم بخير؟ لاباس بخير. ما نعطلوكمش. لا 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 تفضل تفضل ريحوا. هيا ما لنا نخليكم. تفضل. ايوا. قاعد في امان الله. ايوا. ايوا سي حمودي. نعم. خير ما شقاك. خير. على كل حال يا سي هوات. جبت لك حبيبي سي علواش. اهلا شرفنا. راهو مسحق كاميو لو كان تكرهه له، وراهو مستعد يخلص الدراهم. واش تطلب منه؟ فاسعي يا اخي ما نقدرش، لكن من عليا مات بالك يكون. كيفاش هذا يا سي هوات؟ واش نقول لك؟ دعته بسمه مليح، لكن نقدر نشوف نجم نعطيكم العنوان تاع الانسان اللي شرح عليا وروحوا ليه قولوا انا بعدكم. ظن ولا ربما يكرهوا لكم. واش ميز فيها سي علواش؟ وثاني شوية سيمان راني مستعد نخلص بالسومة اللي تحب. قولك الصح ما نقدرش، السلعة قلت والمراقبة كثرت، لكني نقدر ندبر عليكم. تفضل. توصل طلب وانا راني مستعد باش نأيدكم ونعاونكم في الشيء اللي تقول تحتاجوه. بصح راني نشوف باللي حتى انت زيرت عليك الحالة وقلها. كيما راك تقول كاين قوانين ولازم نحترموها. صح كاين قوانين
ولازم نحترمه. جو سوايع هما معاه. تعرف يا سيد ماش قشط عليا روحك. الناس وافت الهضرة في الفراغ. واش نقول انا اللي نشوف هذا الشيء والحالة طارت. لو كان لاسي هو دي يقبل يعاوني في المشكل تاعي. قل لك صح. إلا فهمتو راه يعاونك. نوعدو بحاجات. ما فهمش. الشيء سهل كل عناية بسومتها. بصح أنا بعدني ليه واحد حبيبه. صح دراهم. حبيبك هو جيبك. إذا هذا لازم مش حبيتني نعمل. سيد المدير سي كمال اللي قلت له يرجعوا هنا. سي مروان تفضل. راني نشوف اللي عندك مشاكل فيما يخص البنية نتاعك. على هذا اللي بعتني ليك سي مروان. راني واجه لكل ما تطلب. هات برك البنية نتاعي يكمل. هذا بيجاوبني على بعض الأسئلة. قل لي من فضلك وين عقلت سي مروان؟ عقلته في تونس وقت الثورة. أيوه. ودوك وش راك تخدم؟ عندي شركة صغيرة متاع البلاستيك. أيوه. دوك تقدر تقول لي واش تستحق واش تحتاج؟ عندي سكنة في بودوا في الحقيقة، ومرة على مرة نروح للمدينة، ولكن ما نصيبش عندنا نروح. على هذا اللي بديت نبني في دار أخرى. هذوك نشوف واش نقدر نعملوا معك. في الصح البنيان قريب يكمل، باقي غير السطح والتريسيتي والماء وشي الباقي. وباش يكمل كل شيء لازم حاجات أخرين وبالسومة اللي جات. على بالك اللي ما نقدرش نعطي لك فاتورات تاع الأدوات والشيء اللي نعطيه لك باش تكمل البنيان تاعك. معليش معليش. مالا شوف دوك نعطي الاوامر باش يعطوك كل ما تستحق البنيه نتاعك، وهكذاك البنيه ديالك ان شاء الله يكمل. نظن اعطيني زوج ملايين يكفيوك. مالا رانا متفاهمين. طيب طيب على خير بامان الله. واش كيفاش فرات؟ خابزة قبل بزوج ملايين. راح واش بك زينب؟ ما راكش مليحة هذا الصبحة، واش كان؟ لا ما كان والو يما. اه هذه المره الاولى نشوفك في هذه الحاله. انت من عوادك ناشطه، قولي لي كاش حاجه راهي غبنتك؟ انت دائما مشطونه علينا. على بالك في هذه الدنيا كل واحد عنده حاجه يخمم عليها مره على مره. راني عارفه يا بنتي اللي راكي مغبونه من نهار اللي طلقتي. لكن واش تحبي؟ ماشي غير انت اللي في هذه الحاله، وزيد بزياده ما زلتي صغيره ويجيبك ربي ما خير منك. يعيشك اما
ماذا بيا نبقى كيما راني ولا نعاود نتزوج مع واحد سكايب؟ قولي لي واش راه يخصك معانا؟ ياك حتى حاجه ما يتخصك، بوك حنين عليك، سعاد اختك تحبك، قطعتي لي قلبي بكلامك الحلو هذا. راكي حيرتيني يا زينب يا بنتي، وماذا بيا نعرف واش بيك؟ قولي لي انا امك، خليني نحب نقعد وحدي. زين ما راحش مليح، ولازم لازم نعرف الشي اللي راح صاير. لو كنت تروح وحدك خير. زوج ملايين راهم هنا سيدي حبيب ابراهيم، برك صابلك برك يفيق بينا على خاطر يظهر شويه حيلي. حيلي ولا ماشي حيلي، الفساد لابد يجي وقتهم ويخلصوا. ما يقدرش ينكر على خاطر الدراهم كل مسجلين. لازم نعملوا له كيما الاخرين. استناني هنا ولا نتلاقاو في المكتب؟ في المكتب خير. ايام بعد انا نقول لك الصح، دواء ماهيش مليحه، حاله ماهيش سايره مليح، كان مشاريع كثيره اللي مازالت ما تنفذتش. خذ مثلا الزوج مدارس اللي كلفنا هواد ببناء مره. على كل حال راني خذيت قرار فيما يخصه، هذا عام من اللي حقهم كملوا من البنيان. انا نظن باللي كلام الناس، الكلام اللي يقولوه فيه الناس راه عنده معنى، عندهم الحق، ولهذا يلزمنا نستكلفوا به قبل ما يفوت الحال. كون مهني مع عدوين يروح. رانا بدينا البحث في مجالين، الاول فيما يخص السلعه المفقوده من التعاونيه، والثاني فيما يخصه هو. كون متاكد اللي عن قريب نعرفوا كل شيء. الرحمة ما تلزمش مع هاد الناس اللي راهم يحاولوا يطعنوا في مبادئ الثورة ويشوهوها. نرانا عارفين باللي يلزمنا بعض الوقت باش ننظفوا البلاد من هاد المشوشين وهاد الانتهازيين اللي راهم عايشين على دار الشعب. لكن أنا شخصيا راني متحقق باللي بإعانة ناس ملتزمين ومخلصين لابد نقضيوا عليهم في أقرب وقت إن شاء الله. بصراحة مانيش فاهم كيفاش هذا القرنيط ممكن يكون شركة كي هذه وبدراهم الدولة. يا ودي احنا من واجبنا نعاونوا كل واحد اللي يتقدم لنا بفكرة اللي هي في صالح الصالح العام، صالح المجتمع. انا من رأيي يلزمنا نكونوا واقعيين. من جملة الامور، من جملة المشاريع اللي نفذناها، يمكن كاين اللي ما اداوش النتائج المطلوبة منهم. على كل يلزمنا احنا نحاول نصلحوا الاغلاط اللي فاتت، ولكن مع الاسف كان ناس كثير اللي ركبهم الجشع تسيطر عليهم، قد ما تقدم لهم ما يشبعوش. صار لهم تعرف كما هذاك المبلي بالعفيون، كل ما يتكيف الا ويحب يزيد. كما قلت لك هذا الطماعين والجشعين لابد يوصل النهار اللي يطيحوا فيه مع واحد اللي ما يحبش يتذبح، وهذاك الواحد هو اللي يفضح كل شيء. صحيح، ولكن هواد هذا من غير الدراهم اللي خدا ما عمل حتى شيء، وزيد كان امور اخرى رانا شاكين فيه. تعرف اللي عملنا مليح اللي سجلنا رقم المبلغ، هكذاك ما يقدرش ينكر. قل لي وهذيك قضيه عيسى القرص؟ ايه عيسى القرص، يدرك اش دايره يبدو. هو قال زوج حوانت ورثوا من زمان، ولكن هذه حكايه ما عندها حتى معنى. انا راني متاكد اللي كاين علاقه متينه بينه وبين هواد، وهذا هو الشيء اللي نكتشفه عن قريب ان شاء الله.
ولكن أقول لك صح، لازم الإنسان يحرص شوية على خاطر كان الناس اللي بدأت تنتقد في السلطة هناك عيناني جهري. واش تحب؟ ما نقدروش نمنعوا من هذا، كما كذلك ما نقدروش نصرحوا لهم بكل أعمالنا. إيه معلوم، هذا كلام صحيح، خصوصا لازم الأدلة تكون قوية باش الإنسان يقدر يلقي القبض على واحد مشبوه. العدالة الجزائرية ترتكز على مبادئ منطقية وأوضاع منطقية، ولهذا كاين بعض من المجرمين اللي يغتنموا الفرصة باش يربحوا من الوقت وينالوا أرباح كبيرة. ولكن هاد المجرمين هاد الانتهازيين كما راك تقول كان أدلة كثيرة ضدهم. تصيب واحد يبني لك فيلا ب 80 مليون، الآخر يوقع عقود وما يقومش بها، ظل بالعدالة عند الدلالة الكافية باش تبعث هاد الناس للحبس. إذن راك موافق باش نعطي أمر يوقع تفتيش في مكتب هوات؟ معلوم، على خاطر هكذاك ما يكونش عنده الوقت باش يخفي الأدلة اللي راهي ضده. الشيء اللي نتمناه هو كل من كانت له مشكلة معاه يجي خبرنا، هكذا نقدروا نضغطوا عليه. ما تخافش، نحاول نقنعوهم يفتحوهم. مسألة التجارة هذيك يدرى البحث فيما يخص ورا راهو ساير كما ينبغي، وعن قريب تكون لنا نتائج مرضية. حتى هما راهم مكونين منظمة متينة اللي لازم تحطيمها في أقرب وقت. إيه إن شاء الله، وأنت بارك الله فيك، نعرف باللي نقدر نتكل عليك. تعرف باللي هاد الناس يلزمنا نقضيو عليهم، يلزمنا نخلصوا البلاد منهم على خاطر هم اللي راهم يوسخوا ويشوهوا وجه الثورة الجزائرية. أيبي بدت هادو الايام ما قالت لك والو؟ وعلاش وش بها؟ غير راح تشوف خيره بنت عمي هذا ما كان. ايوا وانت عايشه ما يشتبه لك تبدلت؟ راك تقلق في روحك، سعاد هي مليح. انا ماشي للتعاونيه وشويه اذا كاين نرجع نشوف. راه بالسلامة. دروكي رانا غير وحدنا، ما راكيش حابه تقولي لي واش كاين؟ ابويك عنده الحق، سعاد تبدلت وراني نشوف فيها ما راهيش مليحه، وما تحب تكلم حتى مع واحد، واللي تكلم معاها تزعف على والو تتغشش. قولي لي، وهذا الشيء ماشي من عوايدها، سقسيها هي خير. سعاد وبيك تحير عليك. علاه ما قلتيلوش كنت عند خيره؟ لا كان عارف، بس حطيتي ماشي من عوايدك هكذا. ايش بك تبكي يا سعاد يا بنتي؟ يما شكرك عارفة. وصار فمين عاجك تبكي؟ وش بيك سعاد؟ هذا وقت قولوا لي وصايا وصايا ولا سمحت اجيبو لكم. لا لا اما راك كلمي. عمر، عمر ولد الحاج جرنا. عمر؟ واش بي عمر؟ زينب هي اللي كانت حابه تزوجني معاه، انا ما كنتش حابه. كيفاش كيفاش؟ واش راني نسمع؟ من وين تا ولاو البنات يزوجوا روحهم؟ وانت زين ما فهمينيش. عمر ولد ناس هو حاب يتزوج بها. شنو؟ والوالدين ما تشاوروهمش؟ عمري ما كنت نظن نصدر منكم هذا الشيء. وانت تبقى على شكل تبكي فهميني. ما كنتش عارفه قصته، شوفي وين وصلتني يا ويني.
ويلي بالويل، لو كان يسمع بيكم يذبحني يبدا بزاد الاولى. انا ما ذاك انا اللي يستاهل الموت. يا ويلي يا ويلي، ذاك المصيبه اللي طاحت علينا وذاك الفضيحه. انا اللي خلص، انا سببها. كان ما راح لي في اللي غلط واللي ما غلط. المهم هو كيفاش نديروا باش نرقبوا هذه المصيبه. ما ياك خالتي مازالت في الجزائر وكنتي باغا تدي لها جبه نتاعها فيهم، من بعد سوعة تديها لها وتقعد عندها شي ايامات. ايه عندك الحق يا بنتي، هي خالتك كي جات كانت حابه تدي معاها سوعة للجزائر، بصح ضروري كي ندير فهميني كي ندير. من الان نشوفوا كيفاش، المهم الان. ايه عندك الحق، ان شاء الله ربي يرضى. شوف هيا روحوا نفهموا سوعة قبل ما يجيبوا لك. هيا يا ويلي يا ويلي المصيبة. ايوا واش تقولي في شوارع العاصمه ناسها حوانتها؟ نقولك صح خالتي، ما عجبنيش الحال. وعلاش؟ صح طرقانها واسعين كبار بصح مسخين وفيهم الغاشي بزاف، وحوانتها معمرين وكل شيء بصح كل شيء غالي. وضربت الطاكسي وحدها شفتي كي تقولي له ديني للقبه يقول لك انا رايح للبيات كيما يحب هو. شوفي يا بنتي كيما يحب هو. ما عندكش بزاف من اللي راك لهنا بديتي تكرهي، واش نقولوا حنا اللي رانا عايشين فيها؟ المساله مساله تولف يا خالتي، والإنسان في الحقيقة يولف بكل شيء حتى بالعذاب. فنسي يا بنتي هذا الشيء، راكي صغيرة وما جيا للدنيا، الراجل اللي ما يسواش ما يستهلش تتعذبي على جاله. مستقبل الناس كيما انا ما بقى لهمش مستقبل يا خالتي، قلت لك المستقبل نتاعي دفنته في الدوار. اسمعي انت راكي هنا في العاصمه وحتى واحد ما يفيق بك. ماليه هاني ماجيه. مساء الخير. مساء الخير. هاك يا ربي لك السلعات. صحه وليدي. سم هذه المرة الخامسة اللي راهو يبعث لي فيها الهدية. شفتي يا سعاد بلي مازال كاين الرجال الملاح؟ شكون هذا؟ ماشي الملاك اللي هضرتي لي عليه؟ هو بالذات. من نهار اللي شرا هذه العمارة عمره ما جا قلق الكراين نتاعو. وراني متحقة يا سعاد بلي نهار اللي تشوفيه راهو يعجبك. مازلنا سعاد، واش بك؟ ما راهش عاجبك الحال هنا؟ قولي لي. اسمحي لي يا خالتي، مانيش مليحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هات لنا قهوة. هات. ايه الناس ما تقدرش ترفع راسها بعد اللي واش اللي حبيت نقول. الناس رايهم تلف، العوايد والعقايد ضاعت. واش تحب نقول لك؟
هكذا يصير اللي يتقود مني هو. اهلا اهلا سي عمارة، اتفضل. هذه غيبة، واش انت حاجك في الدار ولا انت واش دخلك؟ تحب تعرف السرية نتاع الناس؟ هذه الطبيعة شينا هذه. مانيش فاهم واش بغيتوا تقولوا، ولكن انا ما عندي حتى سر. فهمتوا؟ وتعاملوا مليح تلقاو بالواحكم شويه. يعني احنا واش رانا نديروا؟ اللي يذهب اعراض الناس راه ما يشرفش. ايه وبدا يمد لنا في الدروس. وعلاه لهنا؟ على خاطر احنا ما راناش مستحقينها. تقدروا تفهموني يا ناس ولا ما تفهمونيش؟ درك الا ما تفهمش المعاني احنا ما علينا لوم. معاني؟ واش من معاني؟ انا ما عليا حتى لوم، ضميري مهني. ايه ضميره مهني. مهني ضميرك مهني؟ وعلى جالك طردوا لم تعاوني يا عيسى ولا؟ دوك راني فهم. على هذه اللي غالكم الحال، على خاطر قلت له لرئيس الدايره بلي ما كومش خدمتكم، وبغيت نقول له بلي راكم هنا وانتم اربع ايام ما ظهرتوش. ايوا علاش ما تقولوش؟ اي علموني، علموني نكذب باش نغطي غلطتكم. سمارة وعجبك الحال؟ كي رانا مطرودين بالتعاونية. أنا درت واجبي كمواطن واعي بالمسؤولية ومأمن بالثورة. هو يتكلم على الواعي. تحب نقول لك واش راهم يقولوا عليك الناس؟ شو يقولوا لك؟ أنا ما عليا حتى لو، وما نسمح لحتى واحد يحكم عليا. وأنت ما عليش تحكم على الآخرين. أيا راح. راح لدارك ولبس صباطك كيف كيف الرجال. راجل لي لا صابو، روح روح لدارك شوف ربما ما تصيب صباطك. يا ناس تقولي لي واش كاين وما تقولوليش. ما بقى لنا ما نزيدو نوضحو. قبل ما تحكم على الناس الاخرين، تعلم تحافظ على شرفك وعرضك في الدار. يعطيكم الصحة ويرحم والديكم. هاي راك وصلت للدار، روح تريح. بارك الله فيك. ابقى على خير. بسلامة. عمارة. وش بيك؟ كي والو كي والو. تحاكمت مع زوج ولا ما كي؟ علاش؟ شوف ديك الحالة اللي راك فيها. ومع من دابت؟ مع سعيد وعيسى، ولكن ما يسلكوش. ريح ريح روحك، شوف ديك الحالة اللي راك فيها. وانت ما تتكلم كي داري. زينب انا روحي حمي شوية نتاع الماء باش ما تفرطي الحلوية. صح. الجرح اللي وجعني، الكلام الغامض اللي كانوا يقولوا فيه. اما انا كبرت الدعوة. نعم، وهذا الشيء كل ما تعلق بعائلتك. عائشة ما كي دس عليا والو؟ واش راك حب ندس عليك؟ على باليش، لكن كانوا يتكلموا ويمعنوا كلي صاير حاجة هنا في الدار هذه. بلك مش على جال سعاد؟ سعاد؟ نعم. راك غلط يا راجل، سعاد راهي في العاصمة عند خالتها، واش راح لك في اللي قال واللي ما قالش؟ كل حال انا راني حاس باللي كاينة حاجة. سمع سمع هاتي هنا راهي فراق. زينب نوضي يا بنتي، طيبي فنجان قهوه لبويك. انا راح كشوان ضبل العشاء وانا راح افوت بيه. روحي روحي. انت عايشه بس ما بغيتي يا خوي جنابك، راني باغي هاد الحكايه تتم. اش بك راكي هكذا اليوم؟ راني هكذا من نهار اللي شفت وجهك وعرفتك فيه، وبركة ما تلفي في الهضره. شوف من غير شك اصحابك هما اللي ضربوا راجلي. وانا وعده اسمع عمر، يا تجي للدار مع والديك
تخطب سعاد يا راني ندخلك الحبس. هاكي تخوفي فيا؟ هاكي غلطة. الشرطة ما عندها ما دير. بصح الكوميسير ماذا بيلو كان يطلع على البيع والشراء نتاعك. هاكي قادرة. ما تشفي كلمتك وتشوف اش راني قادرة ندير. قولك صح. مالي يام مش حابين نتزوج درك وانا راني ساكن معاهم ما كاينش ندير. ياه اما لا تمسخرت بسعاد لعبت بيها وكي ولات بالزواج ما يهمكش. قلت معاول نتزوج معاها ودوك درت في رايي. تاني علاش هكي مقلقة على بنتك؟ وبزاد انا نعرف بزاف شباني باغيين يتزوجوا بها، شنو العيب منهم؟ لو كان جات لي انا راني نرشدك بالحبس غير باش تعرف قيمة القدر والشرف نتاع الناس كيفاش. روحي لهاد الشرطة انا كيف راح يشتكي مازالنا في التهديد ولا؟ انا اللي نضحك عليك لما يسمعوا بحكايتك ويسمع زوجك باللي انت هي السبة ديال بنتك. روحي روحي اشتكي روحي. لا حبيت نجي معاك انا عند الشرطة روحي. هي وحدك كذاب يلا ما تستحيش. السلام عليكم. واش حبيت؟ بصح والله ما لا طرجاتك غير دخلتك الحبس. هاي قلبي قلبي خرجوها وصلوها لحم والديك. اسمع حاولش تاني قدام الحاج مسعود. خير بلاد بسم الله الرحمن الرحيم. اشتكي بيك الشرطة. واش بيها خالتي عيشة؟ مريضة ولا؟ خالتك عيشة انتوما اللي مرضتو. اسمع هذا الشيء ماشي شغلنا احنا. دبر راسك معاه. سي عمار زوج انا اللي ضربته. وانت نسيت باللي على رجال اللي حاوزونا من التعاونيه؟ ودرك قول لي كيفاش رايح تدير انت باش تبيع السلعه اللي راك داسها؟ حنايا كنا لاباس علينا. انت اللي دخلت لنا محاكيه تاع الطفله في الوسط هذه. كان حتى حكايه تاع الطفله في الوسط في هذه الساعه امها هي اللي راهي تهدد عليك. با 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 تهدد فيك انت وحدك. شوف انا نسيت باللي حتى انت ديت حقك في التعاونيه. والله والله يا ودي وني الحبس غنكركركم بالواحد. اسمع ما تشطرش معانا ولا نهدو لك فمك فهمت؟ انت ايه اسمع واش راهو يقول لك تشطر معانا نهدو لك فمك. ايه كنت خرجوا من محلي ماشي خير. الله يسلمك. هجوز تفضل. ياك ما عطلكش. لا لا بو. تفضل تفضل. تشرب قهوة؟ لا لا صح. واش راك؟ أنيسة سعاد. ها راهي بدات توالف العاصمة. بصح اسمح لها هي شوية تستحي. معليش معليش. ياك تكلمتي لها على المشروع. قلت لها بصح ما عطاتني حتى جواب لكن تقدر تكل عليا انا خالتها. نشكرك. اذا كاش ما تستحقي راني هنا. الحقيقه ما عرفتش كيفاش نستكثر خيرك. لا لا هذا واجب عليا وبالخصوص الانسه سعاد راهي ضيفه عندنا وحتى هي ما تنسالكش هذا الجميل. انا نروح وراني نتكل عليك باش تفرين لها هذا المسألة ان شاء الله. نعم خالتي. راح
الحمد لله. لا لا يا بني، هاد السيد معجب بيك هو من حقك تفرحي. هاد الشيء اللي وصلني للحالة اللي راني فيها. بصح هاد السيد راه ناوي يتزوج بيك، مانيش عارفه علاش راكي مترده. انسان عاقل ومرفه وحر، ما بقى لي حتى مستقبل. من فضلك يا خالتي ما زيديش تكلميني على هاد الشيء. بالعكس لازم نتكلموا، ما نبقاوش غير ندوروا. خمي في النهار اللي نزاد فيه الصبي. ما نحبش نعرف. لا لا ما نحبش نعرف. انا ماذا بيا نحي لك هاد الخوف من بالك. تزوجي بهذا الراجل، هذا سيد نتاع الوقت. خمي في النهار اللي هذاك النهار نقتل روحي، نقتل روحي. بركاي بركاي، ما زلتي شابه وصغيره والدنيا قدامك. اجيبي الشر لوالديك، اتزوجي بهذا الراجل. مانيش عارفه، ما عرفتش واش ندير. كاينه غير حاجه وحده تعمليها، تزوجي بهذا الراجل. ثقي فيا وكل شيء يفرى في 3 شهور. والديا واش رايحين يديروا كي يسمعوا؟ هذا الشيء شغلي، انتي تهلاي في صحتك برك. كي نشوف روحي نحشم. خدعت والديا، لو كان ما خفتش من ابي راني قلت له على كل شيء. المكتوب المكتوب يا بنتي، وهذه هي الدنيا. اتزوجي بسي العيد. ها عندك الحق، كل شيء بالمكتوب. بلا راكي قابله تزوجي مع سي العيد. من بعد نشوف. هاتي صفية نروح نشوف شكون هادي. صافيه بخير. واش راكي سعاد؟ واش راكم؟ واش راكم؟ واش راكي سعاد؟ بخير. تفضلوا مرحبا بكم. هلا سعاد وداي خاطرها. سعاد هكذا تخرجوها شويه معاكم. حتى حنا جينا باش ندوها لواحد السهره. ياه سعاد روحي وجدي روحك، روح جوزو تفضلوا. مالا كيفاش؟ اي خاتي صافيه، اليوم رانا معروضين لواحد العرس. ياه وماليكم ما عارفين بيكم؟ انا يما ما تقولش البابا، وثانيا دائما يحسبني في دار سميره. ايه وانا قالت بابا يحسبني في دار جميله. مالا راكم متفاهمين؟ ها ايه هذه هي الدنيا خالتي صفيه. لازم نكونوا مع الوقت. ياه سعاده غايت البلية. سعاده ما غربتها شابه. صح سعاد راه وين قلب شي ماكياج بعد ما ماكيتيش. طيب شري هيا هيا يتسو على خير. خاتي صفيه بسلامه بسلامه.
اسمع. نعم. كي تجي قدام البنات هذو وحبت ترى تشوف واش بيهم. ولا ما تعجبش. مرا مش يعجبوا هذو يعني.